السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا على النبي المصطفى عليه أفضل التسليم الصلاة والتسليم. نقول لكم اليوم جيتكم بوصفة التشخشوخة تاع تفار ولا تريدا. دونك بون هي سي با لا ميم شوز. تشخشوخ تفار تريدا تجي صغير عليها بدي بتي كاري، وتشخشوخ تفار تخدم بصبعات يعني ما تقطعش بالسجار بالمقص ولا بالموس. دونك هذا طبق جزائري تاع ناس الشرق، دونك صحاب الشرق هما اللي يديروه. انا ان شاء الله بربي يجيب لكم الوصفه كيما يديروه هما، ولا راني غلطه في كاش حاجه ولا اللي من الشرق يقولوا لي با بروبليم. اون توكا شوفوا واش نسحقوا. نسحقوا زوج حبات بصل نسكرف بون ماشي اسفل ربي ما تسكرفجوهمش، قطعوهم دي بتي دي باش لاصوص تجيكم ثقيله. دونك كيما مولفا نقطعوهم وزيدو وخليه يتقلب بيا مع اللحم. درت مغرفه سمن ومغرفه زيت، اطباق تقليديه الجزائريه تحب سمن على بالكم بها، اللي ما يحبش يدير سمن يدير مغرفه زبده ولا مارغرين ومغرفه زيت. دونك الملح وتخلوه يتقلى مليح داك اللحم مع البصل. اون فوا يتقلى نزيدو نسكرفجو حبه طماطم كبيره ونرموها ونخلوه يزيد يتقلى. نسحقو جزر لفت وقارع، هادو هما اللي نسحقوهم. دونك جو فير ان بلا تراديسيونيل الجيريان كي سابيل تريدا. دونك سي دي بات، سي كوم لي ساجير les langues d'oiseaux à peu près. Donc vous aurez besoin de viande ou de poulet quand vous voulez. Donc viande de volaille ou viande de bœuf ou viande de mouton, c'est à votre choix. Donc vous allez mettre de la viande, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe d'huile, du sel et deux gros oignons. Vous allez les couper en petits dés, vous allez laisser mijoter un petit peu. En attendant, vous allez râper une grosse tomate mûre et la rajouter. Donc on aura besoin d'une cuillère à soupe de concentré de tomate aussi. On aura besoin de 3 carottes, 3 navets et une à deux courgettes. Donc vous allez voir. هاو البصل بعد ما قطعته رقيق، دوك انا نرمي البصل تاعي ونخليه يتقلى مليح. دونك دفنا طماطم، دونك انا اجوتي نوتر طوماط رابي، دونك طماطم مسكرجه. واش نزيد دوكا؟ مغرفه طماطم مصفره. بسم الله. وهذا المغرفه كان فيها السمن ما تخلعوش. دونك جي راجوتي اون كويغ سوب دو طوماط كونسونطري. دونك جي راجوتي اوسي دو بابريكا. دونك فوفي ميتر دو بيمون روج ou bien du poivron rouge paprika. Donc تقدروا ديروا الحار تقدروا ديروا الحلو. انا عندي طفله صغيره ما نقدرش ندير الحار، هي نورمالمون ديروا فيها الحار والحلو باش تجي بنينه. واش نزيدوا لها دوكا؟ نزيدوا لها شويه فلفل كحل ولا فلفل ابيض كيما حبيتوا، ونزيدوا شوفوا نزيدوا القزبر المرحي. عبالكم صحاب الشرق يعيطوا له الكزبر ويطيبوا بزاف بالقزبر المرحي. دونك ديروه يبنن بزاف لاصوص. جي راجوتي une demi-cuillère à café de gingembre moulu, de la coriandre moulue aussi, une cuillère à café jusqu'à deux vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter aussi des épices, une épice spéciale couscous, un mélange que vous trouvez dans le commerce, ça se vend comme le curry. Donc vous pouvez utiliser le halal ou la biche de bnina. On a ajouté du skinjber ou du kahal ou du fil bled que vous aimez. والقزبر كما قلت لكم، وخلوها تزيد تتقلى شويه، ومن بعد رموا الزروديه تاعكم باسكو طول في الطياب. رموا الزروديه وتقدروا تخلو واللفت، وتقدروا تخلو القرعه، لازم القرعه تخلوها هي الاخرى حتى تشوفوا بلي اللحم تاعكم طاب. هذه هي اونتخوتو. انايا نروح نشمخ تريده. دونك هاي تريده تاعي انا دوك واش ندير لها؟ ندير لها مغرفه زيت باش تجيني مزربعه ما تجينيش معجنه، وباش تجيني سهله باك في التفوار ديالها. وندير لها شويه ماء ونخليها تتنفخ. بون هادي تريده كانت في الكونجيلاتور كي تشوفوا طريه، هادي تاع اليد لافغي اللي تشروها، هذيك اللي يجي باكي اورانج ثاني مليحه يعيطوا لها الصنوبر. هذيك تريده تاع لي باكي سجر الاصطناعيه، هذيك شمخوها مليح باسكو تجي يابسه. هادي نو، هادي ديجا راهي طريه مخدومه باليد تاع ناس الشرق، جابوها لي من عنابه. دونك انا هادي راني رايحه نشمخها غير شويه، ما تحبش تشمخ بزاف فهمتوني. وما تنساوش مغرفه الزيت والملح وخلوها وشويه ماء وخلوها تتنفخ. دونك جو في راجوتي اون كويير ا سوب دويل جوست ان كويير ا كافي سال. جو في راجوتي اوسي ان بو دو بور موي ساجير مي بات. جو في لي ليسي ريبوزي جوسكا سكيل سيش. اي لا جو في لي ميتر dans un couscoussier. Je vais les mettre là. Je vais les cuire à la vapeur après avoir mis de l'eau dans ma sauce.
حتى بون انا ما نديرهاش تفور دوكا حتى نمرق مليح ونشوف بلي لاصوص تاعي بدات تغلي لتما كنحطها فوق فوق النار. حبيت نقول لكم حاجه، جامي 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 غون جامي تريده ولا طعام ولا رشطه تفوروهم فوق الماء. هذه ظاهره شفتها بزاف. انا بكري نشفى كانوا حباباتي تاع لونيفرسيتي يجوا عندي للدار، كنا مازلنا نقراو، كانوا يقولوا لي يا ياسمين تريده رشطه ولا طعام يجيك بزاف بنين وشو السر. انا ما كنتش نفهم، قلت لهم نديرو كيما نتوما كيف كيف. ومن بعد شافوني انتبهوا قالوا لي يا انت تفوري فوق المرقه. قلت لهم احنا ملي انا ملي نت الدنيا شفيت على ما مير ما غران مير مي طونت يفوروا فوق المرقه، احنا ما عندناش هذيك تاع نفوروا فوق الماء. جامي ديري حسابك، ديري حسابك انك المرقه ديالك راهي طيب رشته ولا طعام ما ياخذوش بزاف طياب. كي تشوفي المرقه تاعكم سوا درتو ولا درتو اللحم ياخذ طياب ولا درتو الدجاج على بالكم ما فيهش الروح بالخف يطيب. دونك ديروا المرقه تاعكم كي تشوفوها قريب طيب تكونوا يكون كونترير تربحوا الوقت او ميم طون طعام ديالكم ولا رشته تكون شفت مليح وتجيكم مزربعه وما يجيش معجن يتفور فوق المرقه لي دو فوا دو سويت. حنا ماشي غير خطره لي دو فوا نفوره فوق المرقه، تجي فيه بنه سبيسيال ما يجيش صامط. انا جي روماركي طعم كيفور فوق الماء يجي صامط، ميم ساجر لي تليت لي ولا لي زوتر بات حنا كامل نفوروهم فوق المرقه. دونك هذه لاسيس حبيت نمدها لكم اون سي جامي للمبتدئات اللي ما يعرفوش ولا للمقبلات على الزواج اللي ما على بالهمش. نقول لكم ديروا هكذا باش الماكله ديالكم تجي بنينه، سي تري امبورطون. هذا ما كان سمحوا لي نسيت باش نقول لكم، يا ديروا قرفه عود يا ديروا قرفه. انا راني حندير قرفه غبره باسكو لاصوص غوج معليش كي تما يشحت كحل ماشي كيما لاصوص بلونج نديروا العود. دونك نوبليي با فوتر كويير ا كافي دو كانيل سي تري امبورطون. لي صوص الجيريان سون ريبيوتي بور ساجير بور لو ساجير غو ان كانيل ان ساجير لا كانيل اون لا مي بريسك dans toutes nos sauces algériennes bien sûr. نقول لكم القرفه ما تنساوهاش تبنن بزاف المرقه، هذه هي سمحوا لي نسيتها. ما تنساوش الحميصه، بون عندنا الحميصه مشمخه وكانت في الكونجيلاتور ماهيش طايبه، كي تكون طايبه خلوها مع الاخر ولا ماشي طايبه ديروها طيب مع اللحم. دونك بور لي بوا شيش سي ال سون بري كويت بوفي لي ميتر اون ديرنيي مي سي ال سون با كويت يفو لي ترومبي لا في اي ميتر اون بواني دو بوا شيش. بون دوك هنا بعد ما تقلى مليح وطوماطيش دابت والبصل تاني كداب نزيد الماء يغلي. دونك يفو توجور افوار دو لو بويونت سادير فو ميتر دو لو دون فوتر بويوار اي لا راجوتي ان اوتر صوص. دونك يفو بيان ميجوتي لي ليغوم يفو كو لا طوماط سادير اوري كومبليتمون يفو كو دابور لا طوماط اوري كومبليتمون فوندو بور راجوتي لو. دونك Je rajoute une bonne quantité d'eau. Si, c'est-à-dire si vous avez de la viande, bien sûr, faut rajouter beaucoup d'eau parce qu'elle va prendre beaucoup plus de temps que le, c'est-à-dire que le poulet. Donc, sinon, si c'est du poulet, vous, c'est pas la peine de rajouter beaucoup d'eau. Donc, vous laissez amener tout le jajmat, marqouche bzaf, vous laissez amener tout le ham qui est manaï, tawoul chouya ftiyab, dérou bzaf, c'est-à-dire le ma, gâteau kamel le ham dialkom. Donc, ما لازمش يبان وخلوها تتقلى مليح ا بلوتو خلوها تغلي. غير تغلي حنا تريده تاعنا تكون نشفت نحطوها من الفوق. بون سمحوا لي حبيت نقول لكم برك هذه تخت اخت تفر شوفوا ماشي تريده غلط باسكو كان بات لي خاطر كانت عندي تريده ثاني تريده جي بلات وجي دي كاري. دونك اي كاينه قلت لكم في الاسواق الاصطناعيه بصح تخت اخت تفر شوفوا ما تجيش كامل قد قد باسكو نديروها بيدينا وساجر بيد ساجر كيخدموا هذيك اللي كسره ومن بعد بيديهم هكذا يديروا لها باش تجي هكذا فهمتوني هكذا. دونك انا راني حنفورها التفويره الاولى. ما تنساوش لي كاروت وساجر زروديه الجزر واللفت ديروهم ثاني كي طيبوا. دونك نوبليي با لي كاروت اي لي نافي دو لي ميتر دون فوتر صوص بور كوير. دونك اي لا جو في ميتر مي بات ا كوير ساجر سور لا فابور. بون انا تختوخه تاعي تاع تفر ما شمختهاش بزاف باسكو قلت لكم هذه تاع اليد نهضر نعاود الاصطناعيه شمخوها بزاف باسكو تشرب الماء نخليها ترتاح حتى تنشف كومبليتوم. دونك جي موي جوست افيك ان بو دو باسكو سي دي بات في ا لا ميزون سي سي ساجير دي بات اندستريال يفو بيان لي موي اي لي ليسي ريبوزي. دونك اون فوا كو لي بات اوري ابسوربي تو لو فوز الي لي ميتر سور لو ساجير سور لو فو اون دوزيام فوا. دونك هاني نفور فيه المرة الثانية.
شوفوا هاي تريدة تاعنا باش كدرنا لها الزيت في الاول. شوفوا ما تتعجن ما حتى حاجه ابليتو تخشو خاطر تفر سمحوا لي. دونك انا نرميها في المعلق، انا نحيت كامل هذاك اللحم الحميصه والخضره وصفيتها. دونك نديرها في المعلق، لازم تعاودوا ترجعوها. هذه هي دونك نرجعها في المرقه باش تتجمر مليح، ومن بعد تشوفوها في صحن تقديم. دونك ريغاردي ابري افوار انلفي ريغاردي توت les légumes, la viande, les pois chiches. Je vais mettre donc je vais mettre ma, c'est-à-dire mes pâtes en sauce et je vais les laisser bien cuire, bien mijoter et je vais rajouter une noix de beurre. Donc نخلوه vraiment يبقبق مليح يغلي هذاك الساجر هذيك لي بات تاعنا هذيك تخشوها vraiment تدخلها مليح هكا طياب وتتجمر. سي تري امبورطون لازم المرقه كامل تشربها تنشف كومبليتوم. في لافان زيدو غير فاتا زبده هنايا لداخل وتشوفوها في صحن تقديم وغلوا البيض. اون اتوندون ديروا زوج ولا ثلاثه حبات بيض يغلو باش تقطعوهم وتشبعوا بهم. هنا شوفوا خلاص تريدة تاعي ما بقى لهاش ونطفي عليها. لازم بون بقى لها تزيد تكمل تشرب المعلق. توت فاصون نتوما كي تطفي عليها ميم لو بقات فيها شويه مرقه من بعد تنشف ما تقعد لكمش هكذا. دونك ريغاردي نو بات اون ساجير اون كوي جو في لي ليسي انكور ميجوتي ان بو. دونك نقول لكم ها هي تخشوخه تاعنا بعد ما طابت تخشوخه تفر. الناس الشرق نحييهم نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه. جربوها ماكوش حين تندموا ولا ما عندكمش تخشوخه تفر شرو تريدا هذيك تاع لي كاري تاع الاصطناعيه وجربوها تجي فريمون بنينه تاعك. بون تحبوا ديروها بالبيض تحبوا تحطوها بلا بيض كيما حبيتوا. تحبوا ديروا لفت وقرعه تحبوا ديروا غير وزروديه تحبوا ديروا غير زروديه وقرعه ولا غير لفت وزروديه ديروا كيما حبيتوا. دونك ما تنساوش خلو لها شويه مرق باسكو بعد تزيد تشرب. وما تنساوش هذاك الساجر مغرفه تاع الزبده في الاخر اللي تخليها هكذا شوفوا باش تقعد لكم هكذايا هكا شوفوا هكذا تجي خفيفه بنينه. تحبوا تشربوها باللبن، انا دراري يحبوها باللبن. ماشي هي اللبن ما موش حاجه ساجا حاجه اختياريه ماشي ضروريه. دونك جي سيرفي مي بات ساجا تراديسيونيل الجيريان de l'est de l'Algérie avec des œufs bouillis avec de la viande ou du poulet comme vous voulez. Vous pouvez la prendre avec du lait caillé ou du petit lait, c'est facultatif. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour l'intérêt que vous portez pour ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci. On roule comme maintenant ça aussi l'ishtirak les mazal mashtarkouch. Maintenant ça aussi tenek tfa'lou l'jaras li yassala kom koul jadid parce que parfois on dir wasfatayn fi lyom ou ma tkounou ala balkoum واش من الوصفه حطيتها هذاك النهار. ونقول لكم تهلاو في روحكم والى الملتقى وصفه جديده باذن الله. سلام.